إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على موقع رائع جدا لجمع الساتوشي. هو موقع صراحة لا يصدق، يعطيك 1200 ساتوشي في 10 دقائق. إذا لكي لا أطول عليكم نبدأ بالدخول إلى الموقع. هذا هو اسمه جولد مين بيتكوين. هنا ندخل الادرس الخاص بنا، مثلا الادرس الخاص به هو هذا، ثم نضغط على بلاي. هذه هي موقع واجهة الموقع. هنا تجمع الساتوشيات الخاصة بك، تنتظر هذا العدد حتى يصل الى 1200، ثم تضغط لكي يدخل هنا الى رصيدك. ننتظر حتى يكتمل 1200 لكي اريكم كيف يعمل الموقع. ها هو قد اكتمل 1200 ساتوشي، نضغط عليها ثم ننتظر قليلا وندخل الكابتشا. سامحوني على ضعف الانترنت. هنا تختار الصورة المطابقة شيئا ما الى هذه، مثلا هذه وهذه الكعكة، ونضغط على فاليدي. يقول لنا صحيح، ونضغط الان على الدون. وها هو الساتوشيات أضيفت إلى بالانس، ها هي 8600 ساتوشي، والحد الأدنى لسحب هذه الساتوشيات هي 25000 ساتوشي. عند وصول 25000 ساتوشي أو أكثر، تذهب إلى ويتدراول وتكتب هنا الرصيد الذي تريد سحبه، على شرط أن يكون أكثر من 25000 ساتوشي. تكتبه هنا مثلا 25000 ساتوشي، هكذا تكتب، وتضغط على ويتدراول. انا لم اصلها بعد ديدو، لان عند الضغط على ويتدراول سيقول لك لا تستطيع. المهم هكذا تجمع الساتوشيات وتسحب. الان نذهب الى الاستثمار. لكي تستثمر في هذا الموقع تضغط على ديبوزيت وترسل البيتكوين الى هذه المحفظة. عند ارسال البيتكوين الى هذه المحفظة سيصلك هنا الى رصيدك، وعند ما يصل تضغط على احد المربعات هنا، مثلا ساختار هذه. وهنا هذا الاستثمار في الترقية الثانية، المستوى الثاني. يقول لك الحد الادنى للاستثمار هو 0.01 بيتكوين، في 10 ايام يعطيك 0.025 بيتكوين. هذا لا يعني انك ستستثمر 0.01 بيتكوين وفي 10 ايام ستدخل وتجدها 0.025. لا اخي، يجب ان في هذه الايه في هذه العشر ايام يجب كل يوم ان تدخل وتنتظر. هنا يقول لك هنا 147 بيتكوين ساتوشي في الدقيقه، اي ما يقارب 1700 ساتوشي في 10 دقائق. يعني هنا لن تجدها 1200، ستجدها 1740 ساتوشي في 10 دقائق. يجب أن تنتظر كل 10 دقائق، تضغط تنتظر وتضغط تنتظر وتضغط، وفي 10 أيام ستجد نفسك وصلت إلى 0.25 بيتكوين. وهنا هذا المستوى الثاني، ويمكن أن تستثمر في المستوى الثالث عذراً على هذا ب 0.1 بيتكوين، وهنا في المستوى الرابع ب 0.5، والخامس ب 1 بيتكوين الى اخره. وهناك شيء اخر في الموقع وهو الريفيرال لينك. هذا هو رابط الاحاله الخاص بك، تنسخه وترسله الى اصدقائك او عائلتك او ما شابه ليتزلزلوا تحتك، ونسبه الاحاله هي 20%. هذا هو كل شيء في الموقع. كنت أن أنسى إثبات الدفع. لقد سحبت منه 25000 ساتوشي، ووصلني في أقل من ساعتان.
المهم هذا هو الموقع، اذا افدتكم لا تنسوا لايك للفيديو وتعليق. اذا اردتم تسجيل في هذا الموقع رابطه ستجدونها